لا حول ولا قوة إلا بالله. أصل اديني عقلك كده، إشمعنى التوقيت ده بالذات؟ ده إحنا حاولنا نأجر الشقة ما عرفناش، سيبنا شقتنا أساسا ورحنا قعدنا في البلد، ليه بقى تظهر في التوقيت ده؟ عملي الأسود عشان اللي طلعته عليكم من العفاريت بط بط يتردين أنا وز وز. هات الحاجة بس. شش محدش يشد خالص. ايه ده؟ في ايه؟ تعملي ايه يا نيلة؟ يا بابا الست دي خطر جدا وممكن يكون معاها سلاح ولا حاجه. وانت بقى الفتوه اللي هيحبينا. يلا على القصر. والنبي يا بابا بس، والنبي سيبنا اتفرج. اتفرج عليه. هو فين؟ هو فين؟ خرج بره. يلا جوه. شوش مش عايز اسمع نفس. يلا بلا دلع وبلا ناقص. هنشوف اخرتها. بونسوار. تقول لك من الصور يا عبدو. من الصور. ايه من الصور. بس من غير ما اصور. من الصور يا فندم. اهلا وسهلا. جو سوي ديزولي اتاخرت شويه. لا لا يا فندم حضرتك تاخري على كيفك. البيت بيت. اهلا وسهلا. اتفضلت اتفضلت اتفضلت. ميرسي بوكو. ميرسي. اتفضلت. جونتي. ميرسي. ميرسي يا فندم. ميرسي قوي. شكرا. انت بتنحلى كده ليه؟ انت النحلة. انت مجنون ولا ايه؟ خش. انت احلى. احلى مجنون والله. العفريت اللي احنا شفناه؟ اه. اللي انتوا بتعملوه ده؟ ما تلموا نفسكم، انتوا بتتصنطوا عليهم. ميرسي بوكو مدام، انت احلى كتير. ربنا يخليكي. ميرسي مدام. ما كانش في لزوم تتعبي نفسك خالص. نو مدام، انا صحتي كويسه، انا مش تعبانه. لا لا هي مش قصدها حاجتك بتعبانه، هي قصدها يعني ان ما كانش في داعي ان حاجه تكلفي نفسك وتجيبي حلويات، وده مش حاجه حلوه. نو نو نو، دي مش حلويات. اه عارفها، بيبقى ساعات حوادق اللي هي شبه اللي بيبقى فيها سلزونات وجبنه وتونه. هو ده في ايه ده؟ نو مسيو عبد الله، سي ان كادو بور فو، هديه عشانك انت. عشان انا؟ ما شاء الله ما شاء الله، احلى من الحلويات ومن الهوادق. اه لا لا يا ريت تفسري اكتر، عشان ساعات المخ المصري بيحذف وبيبقى فيه شويه نفسانه. اه داكو. بون، انت من غير ترجمه، انت افتح شوف بعدين افهم. مش قادر اقول لك، اصل انا بصراحه بحب الهدايا قوي، احب اتهدى واهدى يعني. بس ثواني كده. ايه ده؟ في شنطه قبها كده. واو، الحاجات القديمه دي. ايه ده؟ استني بس. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه ده؟ اسطوانات قديمه. سيت ان تريزور، كنز مسيو عبد الله، كنز عظيم، مفيش حد عرف قيمته غيرك انت. لا والنبي، وانت عرفتي منين ان محدش يعرف قيمته غير هو بس؟ ايناس خط ابويا. خط ابوك؟ اه. وي مسيو عبد الله، دي اسطوانه بتاعت مسيو ابراهيم فلاني، اداها لبابا عشان نعملها ريستوراسيون. اقصد ترميم. ترميم؟ وي وي فوالا، هي دي ترميم. من سنين كتير مش كان في حد عرف يعمل ترميم هنا في مصر. مسيو فلاني اداها لبابا عشان نعملها في باريس. ده كل الاسطوانات دي ترممت فعلا؟ وي ترممت، هي دلوقتي يشتغل 100 100. يخرب بيت جمالك يا شيخ، قصدي يخرب بيت جمال ابوكي يا شيخ. خبر.